بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا باذن الله نعمل لكم النهارده طريقه سهله وبسيطه جدا ازاي نقفل الادناء بتاعنا ده او الكاب. هنقفله النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا، وازاي نعمل الاسوره المقلوبه زي ما انا قلت لكم من غير زراير. هتبقى اسوره عامله زي المعصم كده. وازاي نعمل اللياقه بتاعتنا، وازاي نعمل لها زرار من ورا، وازاي نعمل الفتحة اللي هي بتبقى في الظهر بتاع اللياقة دي، بتبقى في الشميزات وبتبقى في البلوزات قصدي، بيبقى لها فتحة من ورا كده ولها زرار. هنعلمكم النهاردة طريقة سهلة وبسيطة جدا ازاي تعملوا الفتحة دي وبفنش على قوي، وبطريقة سهلة وبسيطة جدا، وازاي نركب فيها اللياقة، وازاي نعمل لياقة ويبقى لها زرار من ورا برضو بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وازاي نعمل الأسوارة زي ما قلت لكم مقلوبة، والدوران اللي هو بتاع الديل من تحت ده هنتنقل على المكنة بتاعتنا. يلا بينا نشوف كل حاجة على الطبيعة. ده أول حاجة معانا اهي، ده الأساور، ركزوا فيها. هنجيب الوش في الوش كده اهو. احنا ممكن نعملها قماشة واحدة بس هي القماشة جت معانا كده. هنقفلها كده على المكنة بتاعتنا من قدام اهو، وبعد كده هنقفلها كده. دي اتقفلت اهي. كده اهو نفس الاسورة بتاعت الشيرت اللي انا لابسه دي، بس طويلة شوية 20 سنتي. بس الاسورة بتاعتنا دي بتاعت الشيرت اللي انا لابسه بيبقى مثلا ايه اللكرة بتاعتها، فبنخليها مثلا 8 سنتي من قدام. انما عشان القماشة بتاعتنا دي كرهات، فاحنا بنعمل الاسورة ايه بتبقى واسعة شوية عشان تعرف تعدي من الايد وكده، ما بتبقاش لكرة. شفت عملتها ازاي؟ تعالى نعمل واحدة تانية زي ما انتوا شايفين كده اهو. الوش في الوش اهو، هنقفلها كده. طريقة سهلة وبسيطة جدا اهي. كده احنا عملنا الاسورة المعصم، هي مش هتبقى معصم يعني ماسكة على الايد، لا هي هتبقى شبه المعصم بس واسعة شوية. دي حاجة بتاع المنتقبات. وبعد كده نقفلها اهو. لو القماش زايد معانا شوية كنا نعمل الاسورة دي حتة واحدة زي ما احنا عملنا قبل كده في فيديوهات قبل كده شارحين فيها برضو طريقة تعمل الاسورة المعصم. هذه من هنا اهي 12 سنتي، ومن هنا كام؟ 16، 15 اهي. دي كده طريقة سهلة وبسيطة جدا اهي. هنتني دي بقى برضه كده اهو. هنقلب الوش على الوش كده ونظبطهم على بعض. احنا المفروض اصلا كنا عملنا علامة من فوق عشان ما تتعبناش كده. عند ايد اليمين دي، عند اللي في الجهة بتاع المقص دي، المفروض كنا نعمل علامة من فوق هنا واحنا بنقصه عشان ما تعبناش ونظبط على طول. ادي الاسورة اهي، هنقفل بعد الاسورة ب2 سنتي او 3 سنتي اهو. هنقفل هنا كده، ومن هنا هنقفل 30 سنتي بس، 30 سنتي بس كده هنقفلهم اهو. يعني بنسيب قد الاسورة، هنسيب بعدها ب2 سنتي او 3 سنتي، وبعد كده بنقفل 30 سنتي. وتيجي بقى نركب الاسورة عادة اهو.
شكلها جميل اهي. نعمل له صورة. نيجي اهو، وبعدها ب3 سنت كده او 2 سنت بنقفل 30 سنت زي ما احنا عملنا الكم التاني. نعمل ده الجنب التاني. ونقفل عادة اهو. ترى سهلة جدا جدا جدا، التقفيل سهل. أهم حاجة القصة بتاعتها، القصة بتاعتها اتقصت صح هنقفل عادي ونبقى مطمنين وهيطلع مظبوط من مرة واحدة بإذن الله. كل حاجة على الطبق قدامكم اهي. شفت احنا نعمل ازاي؟ هنتني تانيتنا في بعض كده من اول جوه اهو لحد الاخر خالص. هنجيب الدوران كله تانيتين في بعض صغيرين كده. طلعت معانا لفوق تاني اهي تاني، مش عارف بقى انتوا شايفين ولا لا، بس احنا بنتنقل تانيتين صغيرين كده اهو. تانيتين في وش بعض كده يعني، اللي هما التانيتين على سن الإبرة زي ما احنا بنتني الدرسات بتاعتنا او العبايات. احنا مش عاوزين نسرفلها ونتنيها، عشان لو السرفلت واتنت وهي ماشية كده ممكن القماشة بتاعتنا تقلب، يبقى السرفلة باينة برا شكلها مش حلو. انما لو اتنت تانيتين على بعض كده تبقى احسن، مش هتبان خالص. وبعد المكوة كمان هوريه لكم في الاخر، هيعجبكم جدا جدا. باذن الله هحاول ان انا اكلم العامله النهارده واسالها عليه، عشان انا بسجل دلوقتي وانا مش ما سالتهاش عليه مظبوط ولا لا او كده. بس هي قاسته عندي في المكان كان تمام عليها ومبسوطه منه. انا عاوز اسالها كمان على ما هي راحت قاساته في البيت او كده، وهبعت لكم وهجيب لكم الريفيو بتاعها، هعمل لكم سكرين كده للشاشه ان هو تمام وكده، بس في اخر الفيديو. بس باذن الله مش هنزل الفيديو ده لما اجيب لكم السكرين وهحطها في الاخر. ركزتوا في الحته ده اهي. ده من ورا احنا فاتحين فتحه اهو، هنحط القماشة كده أكننا بنقفلها تاني. بالظبط بالظبط أكننا بنقفلها. هننزل خط كده ونرجع نجيب التاني اهو. ونفتح خالص بقى. هنوصل المقص، سن المقص على آخر
وغرزة عشان لما نيجي نقلبها تطلع معانا مظبوط. بس هو هنقص الخيط، هي قبل الخيط بربع ملي، نفضل نفتح بالمقص لحد قبل الخيط بالثانية واحدة، وبعد كده اهو بنقفلها تاني. دي زي الجهاز بالظبط وأحسن كمان. هنجيبها دورين كده اهو، كمان خط من قدام كده شيمة على حرف القماشة كده على سن الإبرة. دي اللي هي بتاعتنا بقى، دي اللي انا بعملها دلوقتي، ده هيبقى اللسان اللي هي تعمل في العروة عشان نركب فيها الزرار. حتة صغيرة كده هي 2 سم كده اهو، بنقلبها واحنا عاملين الفرد اهو، القصة اللي احنا قصيناها هنرجع نعملها كده اهو. اهو ده زي اللسان يعني، بره ال بره اللايقة خالص 2 سم كده. قصينا الزيادة وبنرجع نقفلها تاني اهو، بنقلبها ونخيطها بقى نكملها. اكيد فاهمين اللي انا بعمله ده، طريقة سهلة وبسيطة جدا اهي. عملنا اللياقة وعملنا لها اللسان من فوق اهو عشان نعمل في العروة ونركبها ونركب فيها الزرار. ودي برضو العروة هنعملها على المكنة اهي عشان هي مش مستاهلة يعني ان احنا نعملها على المكنة بتاع العراوي، هي عروة واحدة واحنا قاعدين كده نعملها. يبقى كده احنا عملنا كل حاجة، مش هنسرفل في البتاع ده حاجة في الكاب او الإدناء ده، اللي هي الاسوره من جوه بس واللياقة. وبكده الفيديو بتاعنا يعتبر خلص، ده الزرار هيركب تحت اهو. ولو في اي حد مش فاهم حاجه يعملها لي في التعليقات، وباذن الله هيعجبكم دلوقتي. ويلا بينا نكون ورايح لكم على الملكان. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الريفيو معانا اهو، دي بتاع البنت لسه مكلمها دلوقتي وبتشكر فيه زي ما انتوا شايفين كده. وبإذن الله انتوا كمان هتشكروا فيه اول ما تشوفوا الفيديو على الملكان. سموا كده وقولوا بسم الله ما شاء الله، وتعليقاتكم الجميلة. ده الإدناء بتاعنا اهو او الكاب، شيك جدا 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 جدا. اكيد الفيديو بتاعنا عجبكم، واكيد احنا تعبنا والحمد لله الحاجة بتاعتنا بتطلع بفايدة في الاخر، حاجة جميلة جدا اهي. ده الأسورة والفتحة بتاعتنا من تحت زي ما انت شفتها دلوقتي.
وده هو تحته جبهة سمرة اهو. بكم التاني شكله جميل ازاي، حاجة بجد شياكة شياكة شياكة. وانا من اقتناع ده ينفع على بنطلون برضو لو واحدة لبسته من غير ما تكون منتقبة، وينفع على جيبة البنات المحجبة العادية كده يعني، ده اللي هي بتاعتنا اهي. وده الزرار من ورا اهو زي ما انتوا شايفين كده، حاجة شيك جدا جدا جدا. انا من اقتناع ده لو اتعمل زي ما هو كده، البنات اللي بتحب الحاجات اللي هي البوفرند الواسعة دي يلبسوه زي ما هو كده، ويبقى عاملين له حزام في الوسط كده، حاجة حزام خارجي كده رفيع، يتعمل عروتين في الجنب وتعمل له حزام يبقى شيك خالص. ممكن الناس تلبسه زي ما هو واسع كده زي المنتقبات بالظبط، بس عادي يلبسوه البنات المحجبات. الحاجات دي بتبقى جميلة عليها والله. ودي الفتحة بتاعتنا، ودي المكوة اهي، هو المكوة مظبوط برضه عشان كده مفيش حاجة باينة فيه. وبكده الفيديو بتاعنا يعتبر خلص، وبإذن الله انتظرونا بالفيديو الجديد وتصبحوا على خير. ولو في حد محتاج أي حاجة بالفيديو ده يبعتلي في التعليقات، وما تنسوش المشاركات والتعليقات بتاعتكم ورأيكم في التعليقات. وباي باي.